Since 1967, Israel has arrested more than 700,000 Palestinians. A group of former prisoners met to discuss Article 5 of 1948, Declaration of Human Rights, which forbids the torture of prisoners. الاعتقال بحد ذاته هو بحد ذاته هو بداية الخطوة الأولى في مراحل التعديل. مجرد ما يعتقلك من البيت يمارس التعديل معاك في الدورية نفسها. من هان يعني خلينا نقول من الناحية النفسية الاعتقال زي ما بسموها في علم النفس العسكري كيف يطبعوا الإنسان بكسروا إرادته ولا بكسروش إرادته. اللحظة الأولى هي اللحظة المهمة في حياة المعتقل. انت مربوط في ديك ومربوط في جريك لكرسي حديد بنك حديد او خشب وكنت عاري او شبه عاري ومغمض العينين فوق الحاجات هذه حتى انه بعرف انه ما تعرفش عليهم ما يعرفوش حتى يزيدوا قسوة انا بقول لانه ما يطلعش بعينينا مثلا جزء من الشبح لخزانة. الخزانة هي مساحتها متر في متر يعني انت بدك تبول فيها وتعيش فيها وتأكل فيها. هلا هان أصبح هذه عملية الشبح اللي هي الربط من وراء الكلبشات زائد الكيس يصير نوع من الهلوسة. ما أصبحش التحقيق بكامل ويقوم على التعذيب الجسدي، أصبح هنالك في تعذيب أشد وقع اللي هو السيكولوجي النفسي. اللي بيجرى حاليا مع الأسرى الفلسطينيين وخاصة اللي من القطاع غزة اللي هو في زيارة الأهل وهي أبسط حق من حقوق المسجون إنه يشوف أهله، لكان هذه بتسمح فيها إسرائيل. أنا ما يعني أحكي بشكل نظري عن اتفاقية جنيف ملهاش معنى. أنا بتعامل مع نفسي كأسير حرب. طبعا في هنالك أثر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللفضائح اللي تمت واندلت على شيء بتدل على حجم التضحيات اللي قدمها الشعب الفلسطيني، إنه فعلا أحرجت إسرائيل في كثير كثير من المواقف، لكن بالأساس هي لم تأتي نتيجة الضغوط من هذه المنظمات، بل أتى التطور اللي حاصل في أساليب التحقيق نتيجة الصمود الفلسطيني بذاته. Still today, more than 11,000 Palestinians are currently in Israeli prisons, including women and children. What is the extent of international laws applied to protect them from torture?